ملح وفر الملح حاضر بيقص. بصوا انا هقول لكم على البي اتش بتاع الكومه. البي اتش بتاع الكومه الحيوان لازم ما يخش في حاجه اسمها ايه ارتمون، فاحنا لازم نظبط البي اتش بتاع الكرش. البي اتش بتاع الكرش من 6.8 ل7.2 تقريبا، فاحنا طول ما الحيوان البي اتش بتاعه مظبوط فالبكتيريا النافعه تقدر الحيوان يستفيد من النبته العالم اللي فيها البكتيريا اللي بتحلل السيلولوز، يعني النبته العالم دي فيها سيلولوز، ففي حاجه اسمها سيلوليتك بكتيريا دي موجوده في الكرش، فدي اللي بتنشط اكتر في يعني او بتشتغل اكتر لما يبقى البي اتش مناسب. فانا لما ما اكلش ما احطش مثلا على السلاج بتاعك او الحيوان كل كميه سلاج يعني كبيرة او البي اتش بتاعه مش مظبوط، فده بيخليه يأثر على ايه؟ على البكتيريا النافعه دي في الكرش، فبالتالي بتأثر على معدل التحويل في الكرش. فاحنا عشان كده كلمه بي اتش صورتهم بيسالوا عليها، يعني ايه بي اتش؟ البي اتش ده اللي هو حموضة الكرش. نعم حموضة الكرش دايما كده حد فينا يعني بياكل اكلك. ايوه حد سمير بيسال يعني. انا بقول له يعني اعرف الناس بالبيتش يا لازم تعرف. بس في ناس ما تعرفش يعني تعريف بسيط كده انا بحس بوقت برضه. بس احنا انا عايز ادردش فيه كله المشاكل اللي انا كلها بنعملها في السلاج. انا عباقره في الكومات. بس يا حاج العادي طالما من الكومات هي بتتكلم في بعض الممارسات. انت قلت البيتش وتبقى غلط على هي وضحت البيتش. بص يا حاج واحنا عرفنا ان الحموضه هل نسبه الملح تكون قد ايه؟ ايوه يعني على ال زايده ناقصه لا الاضافات كلها يعني مثلا الاضافات كلها بتاعت العاليه تبقى 5%. يعني مثلا لو هتقطع الطن مثلا هتعمل لك ايه 10 11 كيلو كده على يعني 10 كيلو على الطن. على الطن السلاح الكومه دي حضرتك بكوز ولا بدون كوز؟ لا الكومه طبعا يا جماعه لما نيجي نعملها بيبقى بكوز، والكوز بننقي العود اللي عليه كوزين يعني هو هي دكتور كل ما بعد اذنك بس عشان انا ليا انا فاهمه كويس. معلش احنا عايزين انا عايز اتكلم عن المشاكل اللي احنا بنعملها في السلاج. ايوه تمام. احنا السلاج ده احنا زمان كنا بنعمله ما بنهرسوش، كنا بنقطعه عقل كده تمام ويندهس ونحطه في فجان ونكومه. طبعا الكلام ده على الناس ما اقتنعت بقصه السلاج دي. طبعا السلاج ده بيتعمل من اكتر من 30 سنه الناس بتستخدمه يعني، لكن هي مشكله السلاج اولا المفروض السلاج ده بنعمله تقريبا في عمر مش هنقول عمر 70 يوم، اما الدره بيبدا يشوف تمام يعني هو لسه حبته لبن زي ما احنا بنقول، عشان ما اسيبه اما ينشف واعمل له كل ما سبته ينشف ده مش هيتخمر كويس وبالتالي هيبقى السلاج جودته مش عاليه. دي واحده. برضه افضل ان انا ما اشيلش الكوز. في ناس بياخد مثلا 50% ايوه من الكيزان، في ناس بيشيل الكيزان خالص ويعمل عود بس. لا ممكن ممكن في حاله واحده. بنستعيد عن الكلام ده زي اللي قاله الدكتور صفاء بالاضافات. بحط اللي هو فاكر سائل المفيد اللي كان بيجي زمان اللي بيقولوا عليه ملاس وملاس نواتج قصب السكر الحاجات دي، ما دي مصدر للطاقه اللي هي مصدر كربوهيدرات زي الذره يعني، لكن دي برضه ما بقاش بنفس الجوده بتاع سلاج الذره. فدي اهم مشاكلنا يعني. انا المكان اولا ما بقاش فيه رطوبه خالص، يعني يفضل يبقى مكان عالي مش واطي، او ان في بعض الناس بتبني اماكن مكان مبني للسلاج مظبوط هعمل في مكان عالي يبقى مفيش رطوبه من تحت. الضغط ده زي ما الدكتوره قالت اهم شيء، طول ما في هواء تعرف ان في عفن، سواء من الضغط سواء الغطاء اللي انا استخدمته يعني وانت بتغطي وبعدين بترجع تحط رش، فالرش ده والنضر بيطلع لو الرش بخشم بيخرج من الفرش وهكذا. فدي كلها امور. الناس كلها دلوقتي بتحط فرشتين يا دكتور، بتحط فرشتين، بتحط فرشه بلاستيك اللي هي فرشه ثانيه اللي هي بيعملوا مش منخيشه عشان يقلوا. في ناس بتحط ساعات طبقه خفيفه كده قش رز عشان يعني يسمع كل ان هو مش عايز المكان ده يبقى فيه ثقوب، لان هو ده تخمر لا هواء، في بكتيريا هوائيه تعرف ان السلاج باظ هيبدا يعفن. طب حضرتك الصلاحيه قد ايه؟ بالنسبه للسلاج السلاج طول ما بتحافظ عليه مكنون ما تفتحش سنه واتنين يعني لغايه ما تضيع لا يستنى قاعد سنه واتنين وثلاثه عشان يصلح عليه. طب ويفتح عليه امتى يعني؟ هو غطاه هو هيفتح عليه امتى؟ هي الدكتوره بتقول 45 يوم. احنا بنفتح قبل كده يعني هنقول على اللي احنا بنعمله. احنا 15 يوم بنبدا نستخدمه كسلاج لانه حاليا علميا يعني لازم 45 يوم يعني عشان خاطر البكتيريا تكون أكثر. هو حاليا احنا عارفين بالذات مزارع اللبن والتجاه بتاعنا ده كله مزارع انتاج لبن سلاج من مكان لمكان اعتمد اساس على السلاج يعني عامل عليك مثلا جهد وتعب وكده
التكلفه وكده، ان هي انت لما تيجي تعمل المقبوره بتاعتك اعملها جنب البيت. تاخد منها على طول يعني تاخد على طول. احنا بالنسبه للناس عندنا ما تبقاش كتير، حتى زي المكان اللي رايحه انا ما اظن كفلاحين الافضل لو عندك مكان قريب بتاع المزرعه انا عايز اعملها هناك في بلسوم. المربين بيعمل في راس الغيط، كل بنعملها على طول بنعملها في راس الغيط يعني حسب ده المكان الانسب ليك انت. المزارع الكبيره بس بنفضل جنب المزرعه بحيث تبقى اسهل وتبقى طول المزارع هنا معظمها ما فيه. هو بيشتري سلاش حتى ما بيبيعش ذره، هو بيشتري سلاش بيحطن بس بعين الذره يعني عشان برضه الناس ما يضحكش عليها، نشوف الارض اللي هتنعمل سلاش وبيستلم بالطن ايا كان بقى السعر. فدي مشكله السلاش. هو موضوع الملح ده مش هنقول لا مفيد ولا مضر يعني، برضه عمليا يعني يعني في ناس ما بتاخدش ملح خالص، لكن زي ما الدكتوره قالت هي قصه البي اتش. هي البي اتش انا مش هغذي على السلاش بس. طب هل السلاش ده انت بتغذي الحيوانات الكبيره ولا العيور الصغيره؟ يعني بتبدا تغذي من امتى؟ العيور الصغيره مثلا بتبدا سلاش من امتى؟ من عمر السنه مثلا. يعني عد 6 شهور ودي السلاش. بعد كده يحصل له مشاكل بالصوت لان الكرش بتاعه ما اتكملش، لان الهضم الظهر والجاموس والغنم والحاجات دي الهضم بيعتمد على ميكروبي، في ميكروبات موجوده جوه الكرش هي اللي بتهضم الماده السلاج النظيف مش هيبقى سوء. يعني السلاج بارد السلاج السليم هو كويس. المقمورة السليمة لما بتفتحها بتلاقى سخن. بعد ان هو سخن يعني بدا سخن بدا يعرف سخن بدا يعرف. والتغذية على الحاجة المعفنة دي في غاية السخن بشرط انها تضر دلوقتي. فدي بتعمل مشكلة كبيرة جدا في الحيوان على النفس. بس انا بتكلم على ده بس انا عندي بس مباشر يعني انا ماجي اختار زي ما قلنا عندك بعض خليط ما عادش بقى البلد ده خليط فريزيا اللي هو الاستيراد والجاموس ليه كلنا حاليا بنتجه الى البقر الاستيراد. طب البقر الاستيراد حاليا فوق 50,000 جنيه كسعر، عدد مواسم ما بتزيدش عن 5 مواسم وبعد كده بتتباع. الجاموسة بقى بتدي 12 13 14 موسم دي واحدة. التغذية بتاع الجاموس المصري يعني ما بيلزمهاش ان انت يبقى الاكل بتاعها علف مركز اللي هو الكزبرة والغطة والكلام ده، لا هي ممكن تديها 70% من التغذية بتاعتها في المواد اللي بنقول عليها المواد الخشنة او المواد المالحة اللي هي بنعتمد عليها القشر والابن والى اخره والحاجات دي، و 30% بس مركز. البقر الفريزيان ما تقدرش تنزله عن 40% عليه مواد مركبة. الأخطر اللي أنا بشوفه اليومين دول إن بعض المربيين بيجيب لي مثلا علف 18% بروتين. يعني قريب من عليه في الدواجن. بعض الناس بيجي جايب فول صويا ويجرشه ويحطه على العلف بتاع الحيوان ده في غاية الخطورة. يعني زيادة البروتين بتبوظ الكلية. لا بتبوظ الكلية بتبوظ الكلية كمان لأن نواتج حجم البروتين دي بتعمل مشاكل. نفس الوقت سعره غالي جدا، يبقى انا اللي بربيه قحط.